وودع مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي بعد خسارته من فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب سانت ماري. فريق باريس سان جيرمان حقق الفوز على فريق أنجي بنتيجة 2-0، وده كان في اللقاء اللي جمعهم على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. وسجل المهاجم الشاب هوجو إكنيكي هدف باريس سان جيرمان الأول بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة بعد متابعته لعرضية من اللاعب موكيلي في الشوط الثاني. ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 72 من اللقاء بعد ما جاته تمريرة من موكيلي سددها بسهولة على يمين حارس فريق أنجي. وتعادل فريق نانت الفرنسي اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ضد ليون سلبيا خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. فاز كمان فريق أو نادي تورينو على فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي من منافسات دور 16 من بطولة الكأس بعد فوزه في الوقت الإضافي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الموسم الحالي. جه هدف تورينو عن طريق اللاعب ميشيل ديناري في الدقيقة 114 من المباراة اللي انتهى الوقت الأصلي فيها بالتعادل السلبي بين الفرقتين. نجح ريال مدريد في التأهل لنهائي السوبر الإسباني بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق فالنسيا بنتيجة 4-3 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 خلال فعاليات اللقاء. افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من اللقاء، وده قبل ما يتعادل سامويل لينا في الدقيقة 46 في بداية الشوط الثاني. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع مصطفى ومنى. شكرا لك يا لمين.